بطاقات معايدة حملت الكثير من الدعوات بالخير والسلام، هنأ نجوم الفن الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك، مشاركين صورا احتفالية مع عائلاتهم ولقطات عفوية. وكمان وحوي ايوه وحوي وحوي ايوه. كل عام وانتم بألف ألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك، الله يعود علينا وعليكم بالصحة والخير والبركة يا رب العالمين. رمضان كريم ينعاد عليكم بالخير والسلام والطمأنينة، والله يفرج على أهلنا بغزة. بعد أن تفاعلت الفنانة أحلام مع مقطع فيديو لشابة سعودية دفعت مهرها كاملاً كي تستأجر منزلاً لوالدتها إثر أزمة مادية تمر بها الأسرة بعد وفاة الأب. هنادي، أنت دفعتي كامل مهرك؟ نعم. متى زواجك إن شاء الله؟ شهر 10 بإذن الله، بعد شهر ونص إن شاء الله. بعد شهر؟ وش خليتي طيب زواجك؟ والله ما خلي شيء يا عبد الرحمن. كامل المهر دفعته؟ والله كامل. وقدمت أحلام نفس قيمة المهر للفتاة كهدية تعويضا لها عن تضحياتها النبيلة. توالت الهدايا والدعم للفتاة، إذ أعلن الفنان فايز المالكي عن دعمه للابنة البارة بمبلغ مالي، وتسابقت مختلف الشركات السعودية على تقديم الهدايا للفتاة للمساهمة في التجهيز لزفافها. وتصدر فيديو الفتاة ترند خلال اليومين الماضيين وسط إعجاب كبير بموقفها. وعالمياً، أسدل الستار في الساعات الأولى من صباح اليوم على حفل توزيع جوائز الأوسكار 96 على مسرح دولبي بلوس أنجلوس الأمريكية، واكتسح فيلم أوبنهايمر الأوسكار هذا العام بسبع جوائز، وهي أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل في دور رئيسي وأفضل ممثل في دور مساعد وأفضل مونتاج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى تصويرية. وفازت الممثلة إيما ستون بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها في فيلم Poor Things. وفازت المغنية الأمريكية بيلي آيليش بأوسكار أفضل أغنية عن فيلم الكوميديا باربي، لتحصل على الجائزة للمرة الثانية في مسيرتها. أما جائزة أفضل مؤثرات بصرية فقد فاز بها فيلم الأكشن غودزيلا ماينس وان. كما فاز الفيلم الفرنسي أناتومي أوف فول على جائزة أفضل نص سينمائي. أما فيلم The Zone of Interest فقد فاز بجائزتي أوسكار، هما أفضل فيلم أجنبي وأفضل صوت. وأخيراً، خطفت الفنانة هدى حسين الأنظار بمشاركتها في إعلان رمضاني لأحد البنوك الخليجية، وظهرت فيه وهي تغني وتوجه التهنئة بقدوم الشهر الكريم، وحاز الإعلان على تفاعل وإعجاب كبيرين. بأذن يلا دقيقة موز عبد الله دقيقة يلا تأخر جان قمت من وقت دقيقة. وتشارك الفنانة القديرة في سباق دراما رمضان هذا العام بمسلسل زوجة واحدة لا تكفي، الذي جمع عددا كبيرا من نجوم مصر والخليج ولبنان، من بينهم الفنان ماجد المصري وأيتن عامر ونور الغندور وسينتيا صموئيل ونور الشيخ وليلى عبد اللطيف وناصر الدوسري وغيرهم. أما النجم عمرو دياب فقد حقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 10 ساعات فور أن أطلق إعلانه في رمضان هذا العام لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية بعنوان الكلمة الحلوة. آسف من قلك إنها ضعف دي بتكبر أوقات، لو قلتها مش هنشيل من بعض وهنقصر مسافات.